أعزائي المشاهدين، سيداتي آنساتي سادتي، أهلا بكم ومساء الخير، ومعا مرة أخرى و من غير كلام اسمحوا لي النهاردة أقدم نجومنا اللي بيشتركوا معنا في الحلقة من فريق ألف، سيد زيان، ومن فريق ب يونس شلبي، ومن فريق ألف محمود الجندي، من فريق ب أحمد بدير، من فريق ألف أبو بكر عزت، ومن فريق ب المنتصر بالله. آخر النجوم في فريق ألف أحمد ماهر، وفريق ب أسامة عباس. هنبدأ لعبتنا الظريفة اللطيفة المسلية اللي من غير كلام، وفريق ألف وسيد زيان. فيلم فيلم قديم كم كلمة؟ كلمتين. ألف واللام في أي واحدة؟ مفيش ألف لام خالص. لغة عربية ولا عامية؟ الأولانية. إيه؟ الأولانية. التانية. الأولانية. التانية. كلمة التانية؟ أيوة. التانية. إيه؟ راجل. الجد. لغة عربية. الرجل. الأب. 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 أبي. الكلمة التانية أبي. الكلمة التانية أبي. الأولانية بقى. الأولانية بقى نركن أبي. حروف. سين. التانية إيه؟ تاني حرف منها ايه؟ سر ابي. سر ابي. الله. سر ابي. اجابه صحيحه، وهو فيلم سينمائي انتج سنه 1946 بطوله صباح انور وجدي، اخراج المخرج ولي الدين سامح. اجابه صحيحه، وفريق الف 3 درجات. فريق ب ويونس شلبي. برافو يا يونس. مش ابي فوق الشجرة. فيلم. كلمتين. التانية. لا التانية. صورة. ستارة. مسرح. مصر. عالي. شباك. السد العالي. باب. باب. بلكونة. بوابة. اضربهم يا ولد. البوابة. سطوح. باب. طب الاولانية عشان نضيع شوية. الاولانية. هد. 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 هدمت بيتي. هدمت بيتي. برافو. اجابة صحيحة، وفريق ب يستحق الاشادة لانه جاوب اجابة سريعة جدا. هدمت بيتي. واضح ان يونس شلبي هشتغل مقاول هدم بعد كده. فيلم سينمائي انتاج 1946 بطولة زكي رستم، روحية خالد، ومن اخراج حسين فوزي، ولفريق ب 3 درجات. فريق ألف ومحمود الجندي. يلا جنبك. يلا جنبك. ايش تعلولو؟ تعلولو ما تترشناش. مطول اوه. فضل. بالعربي ويعني. الحكاية. فيلم. لا. اغنية.
ابو وهاب. عبد الوهاب كان كلمتين باللغه العربيه. باللغه العربيه ايه اول كلمه؟ ثلاث حروف الاولانيه ولا هي ثلاث كلمات؟ ثلاث كلمات الاغنيه الاولى يا سيبها. الثانية اللي بعد الياء انا يا حبيبتي يا حبيبي يا اللي جنبي يا اللي يا جرة الوادي. إجابة صحيحة لأغنية محمد عبد الوهاب يا جرة الوادي، وثلاث درجات لفريق ألف وفريق ب وأحمد بدير. الحمد لله. عطشان شرب المية تروي العطشان. أغنية من أغنيات موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وإجابة صحيحة وثلاث درجات لفريق به، والنتيجة التعادل 6-6 وفريق ألف وأبو بكر عزت. يلا بكور فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. جميل. فيلم قديم. كم كلمة؟ كلمتين. الباشا مليونير مليونير الحاس الثري الغني 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 الأغنياء غني 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 حرب غني حرب غني حرب. إجابة صحيحة غني حرب، فيلم سينمائي من إخراج المخرج المرحوم نيازي مصطفى، وأنتج سنة 1947 بطولة بشارة وكيم وإلهام حسين. إجابة صحيحة وثلاث درجات ليصبح فريق ألف لي 9 درجات، والآن مع فريق به والمنتصر بالله. مش هتعرف خليك. اه يلا تعال. قديم كم كلمة؟ الرأس حاكر يوكا. ايوه حاكر يوكا. كلمتين. احب البلدي. الاولانية عايل صغير ابن البلد. ابن حلمو. ابن خلاص. ابن رميه. ابن تعال بس. ابن التانية ابن الفقريف. ابن الفلاح. ابن الفلاح. إجابة صحيحة لفريق به ثلاث درجات، وهو فيلم سينمائي من إنتاج 1948 بطولة تحية كاريوكا محمد الكحلاوي، ومن إخراج المخرج عبد الفتاح حسن. ما زال التعادل 9-9 وفريق ألف وأحمد ماهر. أغنية من أغنيات العندليب الأسمر الراحل عبد الحليم حافظ، وثلاث درجات وإشادة لفريق ألف لأنه عرف الإجابة بسرعة شديدة جدا، ويبقى لي 12 نمرة. والآن فريق به وأسامة عباس. بلاش يا أسامة، بلاش.
غنوة أم كلثوم هديمة أربعة أنت أنتي 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 فين؟ أنتي هوا أنتي حلوة لا 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 أنتي إرمي أنتي إرمي أنتي خلاص بتاعتنا دي الأولى الأولى الثانية الثانية الأولى أنتي خلاص الثانية أنتي فين؟ مين؟ أنتي ليه؟ مين؟ فين؟ انتي ايه؟ لا انتي مين؟ مين مين؟ ها؟ فكراني؟ فكراني ولا نسياني؟ ولا نسياني اجابة صحيحة اغنية من اغنيات كوكب الشرق السيدة ام كلثوم وثلاث نمر لفريق ب وفريق الف وسيد زيان فريق ألف الأستاذ سيد الفنان سيد زيان مرسى كم كلمة قديمة ولا جديد ثلاث كلمات ثلاث كلمات مين اللي بيمثله معه ثاني حرف في جميل 30 يوم في السجن الأول والثالث الأخرانية الأولاني زي التالت لا في خلاص الاولانيه حروف حروف عين عين بابيو عريس عريس في اجازه عريس في اجازه اسم مسرحيه مثلها ابو بكر عزت وليلى طاهر اجابه صحيحه وثلاث درجات لفريق ألف ويصبح عدد درجاتهم 15 والآن دور فريق ب ويونس شلبي كده يونس كده بقينا متعادلين فيلم قلبي قلبك قلبك حبك منتصر حبك حب حبك حبك حبي حبي حبنا حبيبي حبيتك الثانية بقى الثانية يا بغيض الثانية دي حبيتك الثانية أربع حروف أول حرف يا يونس أنا ألف ألف حبيتك أحبك أحبك حبيتك حبيتك أحبك حبيتك أحبك حبيتك أحبك أحبك لا 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 يا جماعة لا يا يونس لا ما تحبرقش يا يونس لا ما حدش حبيتك أحبك خلاص اركن أحبك خلاص أحبك التانية بقى التانية أحبك أنت أحبك أنت أحبك أنت إجابة صحيحة إجابة صحيحة ليه انت بتعمل اكتر من كده يا جماعه ارجوكم ما نلغوش على بعض غلط غلط ايه انتوا اللي لا غلط يا حبيبي غلط فيلم سينمائي من انتاج 1949 بطولة فريد الأطرش سامية جمال ومن اخراج المخرج الراحل احمد بدرخان النتيجة الان التعادل 15-15 في النمر وفي الضرب فريق الف و شكرا يا استاذ فريق ألف ومحمود الجندي عبد الله فيلم قديم قديم كم كلمة ألف ولام مفيش في ألف ولام ثانية
في الأولانية بعد الألف واللام العم البحر 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 وخلاص البحر والناس البحر بيضحك البحر بيضحك من غير ليه لأن البحر بيضحك ليه أغنية إنما البحر بيضحك هو فيلم سينمائي أنتج سنة 1928 بطولة ستيفان روستي وإخراج أمين عطالة إجابة صحيحة وثلاث درجات وفريق به وأحمد بدير أو ضحك قبل ما أشوف خير يا أخوان خير تاني تاني أسكتنا أنا معاك لا بقول لك إيه لا بص 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 روح تاني ليه ده استنى استنى يا فاروق استنى بقول لك ليه بس أقول لك ليه لا عشان بوس ما أضرب الجرس يلا بقى بدل فين غن غن وعمل مين ام كلثوم انا ما اعرفش من كلمه ايه لا 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 جميل جميل الاولانيه كم حرف مين ليه مين ليه ليه ثانيه ليه ليه تعنديني ليه تعنديني ليه تعنديني ليه ليه ال الف ولام اللام 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 أم كلثوم وإجابة صحيحة وثلاث درجات وإشادة بأسامة عباس الله يخليك أستاذ فريق ألف وأبو بكر عزت اصبر يا كريم لا والله سهلة جدا كده بقى فيلم أغنية أبواب كلمتين فيهم ألف ولام الأولانية فيها ألف لام الثانية فيها ألف لام الأولانية إيه بقى الأولانية ليه لا سيبك أول حرف خش في الثاني بعد ألف لام بعد الالف لام تانية اللي فيها الف لام في تانية يا بكر هات وخد يعني اديني 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 هات اول حرف ايه هات ايه اول حرف اول حرف من الجمله الاولانيه ايه الكلمه هي اللي فيها الف لام شين. الورده ورده ورده الحب حب الصافي ورده الحب ورده ورده, وردة واحده واو الوا الوا ال ها بعد الواو الوا خمس حروف كده الثانيه دلوقتي احنا في الثانيه كم حرف بعد الواو بعد الواو يا حكم كم حرف يا حكم الاولانيه حرف واحد الالف واللام الثانيه انتهت الدقيقه الاولى الف لام واو الف ال الاولانيه بقى واحنا ساكتين ازاي الله الله على روح الرياضيه يعني احنا عاملين لكم جو رهيب من السكوت يعني محدش فينا نطق ولا كلمه الكلمه الثانيه ال ال واو بتعملوا شوشره قاعدين ساكتين من الاولانيه اول حرف ايه واو دبله زواج من ساعتها عملتوا مرقعه عليه زوج اهو حد قال يا رجاله صح بكره ولا لا از برافو يا محمود زوج الزوجة الدبلة الواز الله فاروق كده احنا عايزين نسجلهم ونروح لهم الجو احمد ماهر اللي هيجيبها بص الزواج دبلة دبلة واحدة زوجة اما واحد فيهم احمد ماهر مراد انت تستلم الجرس يضرب بقى على فكرة تستلم في الف ولام وحرف واحد زودتنا بالاول اضرب الجرس الودا الود هاني الود هاني الود هان الود أغنية الأستاذ محمد عبد الوهاب ولحقوا نفسيهم في آخر ثانية من الدقيقتين ويستحقوا نمرتين الأغنية لمحمد عبد الوهاب هان الود إجابة صحيحة ويستحقوا نمرتين والنتيجة الآن 20-18 و
السؤال الآن للفريق به والمنتصر بالله. المنتصر عايزين تكسبوا بالعافية. ثلاث كلمات الاولى والثانيه آه. الاولى زي والثانيه زي بعض الاولى والثالثه الاولى 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 ها عيل ابن 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 بنت هنلعب صح لما نلعب ثانيه لا لا مش بنت مين اسم بنت ناس بنت اسم بنت حد بنت الاب بنت الثالثه 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 بنتي انا بنت بنت رمينا اسم اسمي انا علي اسامه عباس عباس زمان بنت راجل بنت راجل بنت التالت بنت اسم التالت يا منتصر راح عمر بنت التالت 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 الحق احمد الف احمد مين بدي احمد ايه احمد التالت بس التالتة حاول التالتة اوه الدقيقة الاولى التالتة هشرحها على طول دلوقتي بص طيب بنت بنت اسم بنت اسم مين الاسم بقى بنت اسمي بنت بنت اسمنا بنت بنت اسماء بنت بنت اسمها بنت اسمها مرمر بنت اسمها عباس عباس بنت اسمها بنت اسمها بنت اسمها التالتة بقى اول حرف احمد الف 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 ح ح بنت اسمها منتصر ميم احلام بنت اسمها مح مح محمود بنت اسمها محمود فيلم سينمائي انتج سنة 1975 بطولة سهير رمزي سمير غانم واخراج نيازي مصطفى اجابة صحيحة ودرجتين لفريق به ليصبح التعادل 20-20 فريق الف واحمد ماهر تفضل عشان نمر اقولها ازاي اقولها ازاي اقولها ازاي فيلم فيلم كم كلمه قديم ولا جديد ثلاث كلمات فيهم حرف الوسطاني حرف واو الاولاني ولا ايه الف لام الف الثاني في الف لام الاولاني الف لام والثالث الف لام السيدة الست الحسناء والطلبة والطلبة الحسناء و لا الجميلة الأمورة الحلوة الحلوة كمان الحلوة الكويسة الحبيبة لا طب قول التالتة الحلوة والحاجة حسناء طب أول حرف بعد ألف لام في الكلمة الأولانية دي انت عارفها كويس الرجل الفخذ الفاتنه فيلم سينمائي انتج سنه 1976 بطوله حسين فهمي وميرفت امين واخراج حسين عماره انا اعتقد ان الفاتنه والصعلوك كان حسين فهمي وسهير رمزي مش ميرفت امين فاتنا والصعلوك ميرفت امين اجابه صحيحه وثلاث نمر لفريق الف 23-20 وفريق ب واسامه عباس ايه الحاجات اللي انت بتجيبها لي يا استاذ اتفضل اغنية يا عبد الوهاب ثلاثة انا هويت انا استحميت انا غربان انا والعذاب وهواك انا والعذاب وهواك اجابة صحيحة ثلاث نمر يبقى
التعادل. أول مرة يتعادل فريقي ألف وبه، واللي هيحدد الفائز هذا السؤال اللي أنا همسله لكم، ويا رب تعرفوه. طب لو سمحت اشرح من عندك عشان لما بتيجي هنا. أوكي. خليك عندك. أيوة. لا افرض عايز يعبر بكل جسم. لا لا لا. أغنية. سجل ولا ست؟ كم كلمة؟ ست. كم كلمة؟ أربعة. سيبهم هم يقولوا التل أولانية. سيبهم ألف ولام في حاجة؟ الأولانية؟ أنت بتكلمهم على طول طول الوقت يا بيه. تانية؟ إحنا بنسأل أنتوا. تانية والتالتة؟ الأولى. الأولى. في ألف ولام؟ الأولى؟ ما فيها. طب مين اللي بنغنيها؟ التالتة؟ فيها ألف. قلبي. طب طب طب. لا حقك عليا. ما تزعلش. حقك عليا ما تزعلش. ما اقدرش. استنى مش لا ايه ده الثانيه الثالثه حقك زعلان. طب طب معلش 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 دي الثالثه. سامح سامحني معلش سامحني معلش خلاص دي ما تزعلش معلش يونس زعلان معلش حقك عليا حقك عليا. مين المطربه؟ مين المطربه؟ الاولانيه. مين المطربه؟ فين الأولانية؟ إيه يا فاروق؟ آه لا الأولانية إيه؟ لا ده مش الأولانية. إيه يا فاروق؟ الكلمة الأولانية. أول كلمة. أول كلمة. أول حرف. ألف. ب. ألف. ركز هنا دول بيخربوا. بعدين. الفيلم بتاعنا. بعدين. أنا. اسكت. اتحيلت عليك معلش. اتحيلت. اتحيلت. حيلت. اول كلمه حيلت. هتيجي اتحيلت. اتحيلنا. اتحيلت. اتحيلنا. 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 كلمتين هما حرفين. اتحيلنا. 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 انا اتحيلت عليك. يا انا اتحيلت عليك معلش. معلش. اتحيلت معلش. انا اتحيلت عليك مرتين. اتحيلت عليك مرتين. اول مرة اتحيلك البيت. لا 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 انا اتحيلت عليك معلش. معلش عليك. خلص انا اتحيلت. سنتين. وراح لك البيت. تعادل مرة أخرى، ومع ذلك لأني أول مرة أنا هخترع لكم اسم مش موجود وهشرحه مرة تانية على الله حد يعرفه. هفكر لكم في فيلم أو أغنية أو مسرحية و واقولها لكم. هنعمل حاجه تانية؟ لازم لازم. هنعمل حاجه مش مكتوبه وهنقولها في الاخر. خمسة وخمسة وبعدين واحد من الفرقه دي واحد من الفرقه دي. ايوه كده. مسرحيه قديمه. كلمه قديمه. نص نص قريبه. في الف ولام. كم كلمه؟ كم كلمه؟ كم كلمه؟ بالكلمتين. شباب امراه. تمالش حاجة ليه فعلا شباب امرأة. شباب امرأة. ويصبح الفريق الفائز هو فريق به. بنهنيه وبنقول حظ سعيد لفريق ألف. سيداتي أنساتي سادتي أهلا بكم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة وتصبحوا على خير.